أصدقائي الأعزاء، كيف حالكم؟ ما رأيكم أن نلعب لعبة جميلة اليوم مع مسرح خيال الظل؟ سوف أعرض عليكم مجموعة من الشخصيات والأصوات وعليكم أن تحذروها. هذه الشخصيات من الحيوانات البرية وحيوانات المزرعة. هيا. أحسنتم أصدقائي، هذا الصوت لي البطة. أحسنتم. وهذا الصوت لي الخروف. ممتاز. أما هذا الصوت فصوت الكلب. صحيح. وهذا الصوت لي الأسد. أحسنتم. أما هذا الصوت فهو صوت القرد. أحسنتم. أنا متأكدة أصدقائي أنكم عرفتم كل الحيوانات. بانتظار أجوبتكم أرسلوها لنا. ابقوا سعداء. إلى اللقاء.